النتيجة تزيد الضغط على عناصر الوفاق. النتيجة هذه سفعلا ترفع من الضغط على عناصر فريق وفاق صيف قبل 10 دقائق عن نهاية الوقت المرحلة الأولى. الوفاق متعادل بهدفين مقابل هدفين، يعني فالغفلة انقلبت الحية بالنسبة لوفاق صيف، ودائما الفريق الكونغولي طريقة التوزيعات العرضية في المرة الأولى في تسجيل الهدف الأول كان التوزيع على الجهة اليمنى واللاعب كان في استقبال الكرة بأريحية وكأنه في حصة تدريبية، ثم عكس اللعبة الفريق الكونغولي من الجهة اليسرى. هنا نشوفوا أن الفريق الكونغولي يلعب على نقطة ضعف على مستوى الرقابة في محور الدفاع، وكل مرة قاعد ويبحث على هذا